خير ما نستهل به حفلنا آيات عطرة من القرآن الكريم مع القارئ أحمد مفروض فليتفضل.
غالبنا تاركا فينا روح المحبة، غارسا فينا الابتسامة التي لا تغيب أبدا على وجهك العروبي. رحلت عنا بعد أن أودعت فينا صداقة ووفاء مدثرين بوشاح من حرير. كنت صديقا صدوقا في زمن نحى البعض الصداقة جانبا ودفعوا بالمصلحة للطليعة. كنت معلما ومربيا مخلصا ترى في الثقافة والعمل المسرحي رسالة وطنية تغمرنا بها بمطر المحبة في زمن صار العمل الفني لدى الكثيرين مصدر رزق وأكل خبز لا غير. في قلبك كانت تنبض العروبة صمودا وتحديا، وفي صدرك كانت يعشرش الوفاء وعلى لسانك طهارة ونظافة يجعلك في رحيلك نتفاجأ. ففاجأتنا وأحزنتنا وتركت وراءك إرثا عريضا وصداقة لا تنسى ولن تنسى. أما الآن فكلمة لمسرح الريف يلقيها رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عقيل الماجد، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أساتذتي الأفاضل، لست بأحسن منكم تحدثا ولا أغزر منكم علما ولا أكثر منكم وفاء، ولكنني أستبيحكم عذرا للمشاركة بهذه الكلمة في تأبين أستاذي والمعلم المرحوم بإذن الله تعالى الأستاذ حمزة محمد طيب الله ثراه. لقد فارقنا هذا الأستاذ بعد فترة طويلة من العطاء، تاركا سيرة عطرة وذكرى طيبة وروحا نقية وميراثا من العلم والخلق الرفيع. إن العطاء في الحياة سر من أسرار الخلود، سر عرفناه في أستاذنا المرحوم وهو نمط لحياته، فمهما حاول الموت أن يبعده عنا فهو لن يمحو ذكرى من أعطى كل هذا العطاء. أستاذنا الغالي يعز علينا فراقه في وقت نحتاج فيه إلى أمثالكم الرجال الأوفياء الصادقين. ومهما كتبنا من كلمات الرثاء وسطرنا من حروف حسينة باكية، لن نوفيك حقك لمن قدمته من عطاء ووقت وجهد وتفاني في كبد تطور مسرحي وثقافي. استاذي المخلص، لقد كنت انا واحدا من بين العشرات الذي عرفناك انسانا هادئا متواضعا قنوعا ملتزما بإنسانيتك وواجباتك. حملت الأمانة في كل مكان عملت به بإخلاص، وأعطيت للمسرح والفن جهدك وخبرتك وتجربتك وحبك. تمتعت أستاذنا بخصال ومزايا حميدة كحسن الخلق وطيبة المعشر وسماحة القلب، وكل ذلك زادك احتراما وتقديرا ومحبة في قلوب زملائك وكل من عرفك والتقى بك. إنك بحق يا أستاذنا الجليل تعد رسولا مسؤول علم ومعرفة وهامة من هامات العطاء والتضحية، فنعم الأستاذ أنت. لقد غيبك الموت جسدا، لكنك ستبقى في قلوبنا ما بقينا على قيد الحياة، ولن ننساك. نعم لن ننساك، وستظل بأعمالك ومأثرك وسيرتك راسا وقدوة لنا. وأقتبس هذا الكلام من ابنك علي، ما يجعل أطفالك عظماء ليس ما تتركه لهم، إنما
ما تتركه فيه. ختاماً، تمنيت أن أصل إلى هذه القاعة ويخبرني أحد ما بأنك لم تمت وأن كل هذا كذبة أبريك، ولكن بعدما دخلت ورأيت هذه الوجوه المحبة تيقنت تماماً بأنك لم تمت بل أنت حي في قلوبنا جميعاً. لم أستدن الفاضل مرتاح البال والضمير، وقد أديت الأمانة وقمت بدورك على أحسن وجه، والرجال الصادقون أمثالك لا يموتون. تغمد الله الفقير برواسع رحمته وأسكنه مسيح جناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً مستر رقيل، والشكر موصول لمجلس الإدارة على مشاعرهم تجاه مستر حمزة. نقف عند الذكرى، فهناك حياة عطرة حافلة بإحكام نسيج المحبة والإخاء وفتح العيون والأذهان على المعرفة والعلم. الأستاذ حمزة الإنسان عطر آفاقنا بعطر الأخوة الإنسانية، حيث الصلة الوطنية التي هي التي تربط أبناء وطننا. أذكر هنا في أكثر من مناسبة في تشكيل مجلس إدارة مسح الريف، حيث كان الاجتماع لاستلام زمام هو مجلس الإدارة ورئاستها، وكان الجدير بالمنصب هذا الأستاذ حمزة، ولكنه دائما ما يرفض ذلك. تتم المحاولة والضغط عليه، وعبارته المشهورة دائما: إذا ضغطت علي ترتب استقالتي وأطلع. دائما ما يعمل بصمت وهدوء. إلى ذكراك معذرة، فأنت صاحب الرؤية الإنسانية الوطنية الثاقبة، وأنت كما عرفناك صاحب الرسالة الفنية الوطنية. أما الآن فكلمة لنادي توبلي يلقيها رئيس مجلس إدارتها الأستاذ مكي أمان، آسف، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة الأعزاء، عائلة المرحوم العزيز، يبكيني وأنا أقرأ هذه الرسالة على مسامعكم وهو ليس بنا وليس موجودنا أمامنا، وكان له دور كبير. اللهم تغمدوا بروحه. يا الله، الأخوة الأعزاء، أعزائي من أعضاء نادي توبلي الثقافي والرياضي، الأخوة الأعزاء مسرح الريف، الحضور الكرام، مساكم الله بالخير وأسعد الله مساءكم. واسمحوا لي أن أهنئكم مقدمة حلول شهر رمضان المبارك. إنه من الصعب أن أقف أي مرء في لحظة التأبين، لحظة التأبين، لكن هذا ما يقضيه الواجب تجاه شخص من المؤسسين للمسرح في نادي توبلي. الصغير والكبير يتذكره، يضحك أمام الصغير والكبير، وابتسامته عريضة في كل مكان. رحمك الله، في فترة مبكرة من عمر المسرح في النادي، وكانت فترة صعبة بالتأكيد مع قلة الكوادر والإمكانيات، مع ذلك استمر المرحوم حمزة محمد مع نادي توبلي، وأخرج للنادي توبلي عدداً من الأعمال المسرحية التي شارك بها النادي في المهرجانات المسرحية للأندية. ولا ننسى أبداً جهود هؤلاء المؤسسين من نادي توبلي، ومنهم الأخ العزيز ميرزا زهير، والأخ العزيز الفنان عيسى أحمد عيسى شملو وغيرهم. وقد رفعت
وقد رفعت اسم نالي دولي في المحافل المسرحية والفنية وغيرها. إنني وبالإصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة نالي دولي أتقدم إلى عائلة المرحوم العزيز والأصدقاء ومحبي بخالص التعازي، سائلين الله العلي القدير أن يلهمهم الصبر والسلوان، وراجياً له الرحمة والمغفرة بإذن الله تعالى، وأن يجزيه خير الجزاء ما قدمه من عطاء لوطنه ومجتمعه، مؤكداً بصفتي رئيس نادي توبلي أنني سأتقدم ما أستطيع من إمكانيات متوفرة وما يتيح لنا الوضع حالياً من الأجل في الاستمرار رسالة المسرح والفن الأصيل كما قدرنا على ذلك، وإني واثق من أن زملاء الفنان الراحل حمزة محمد رحمه الله سيواصلون الطريق في ذكراه. اللهم اغفر له وتغمده بوسع رحمتك وألهم أهله الصبر والسلوان. وفي الأخير الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر الأستاذ مكي أمان والشيخ منصور في مجلس إدارة مسرح نادي دوبري الثقافي على مشاركتهم. إننا نراك ماشياً منتصب القامة في كل مرفق من مرفقات المنشآت الثقافية، ونسمع تعليماتك وتوجيهاتك الحكيمة، صوتك الحنون في أرجاء المسرح، ونستلهم من هدوئك الصادق كأنك لم تذهب بعد. نراك في الأجيال التي أحببتك وأحببتها، فاحتضنتها واحتضنتنا معك. أوصيتنا بالتمسك بالعمل والإصرار والعطاء، مؤكدا لنا أنه بوصلة الأخلاق والمحبة وبعزة النفس والفخر والابتسامة. أذكر عندما قرر الأستاذ حمزة إخراج عمل في مسرح الريف، وكان العمل هو حاش من حاش، كلمني لأن أكون أحد معاونيه. ففي اليوم الأول من البروفات بدأ الدرس، فلم يكن مخرجاً فحسب، كان أباً وأخاً وصديقاً ومربياً ومعلماً، صاحب رسالة داعماً للشباب ومحباً لها، فأثر فينا ومسارحنا جميعاً تسجل بأن الأستاذ حمزة كان مربياً للأجيال. أما الآن فكلمة لجمعية اتحاد المسرحيين البحرينية يلقيها رئيس مجلس الإدارة الأستاذ يوسف الحمدان، ليتفضل. وذويه ومحبيه وأصدقائه الصبر والسلوان.
من أين نبدأ والصديق الراحل حمزة مسيرة المبتدأ في المسرح حتى أقاصي إلى منتهى في البذل والعطاء والتفاني؟ كبرنا والطفل في حمزة لا يكبر، بكينا والطفل في حمزة يواسينا، غادرنا الطفل وكدنا أن نشيخ من بعده أكثر. عرفت حمزة منذ ما يربو على 40 عاما في وزارة التربية والتعليم مصورا في العلاقات العامة، ولم نكن نعلم حينها بأننا في موقع العمل صور تحيا في ذاكرة الفنان حمزة محمد. عرفته في إدارة الخدمات الطلابية رئيسا للأنشطة الفنية بنفس الوزارة، وكان المهيئ الأول لأنشطة المسرح في المدارس وخارجها وفي المهرجانات المدرسية التي تقام خارج الوطن. لم يكن رئيسا فحسب، كان مشتغلا معنا بروح لا تكف عن الحب في كل سانحة عمل أو اجتماع أو لقاء، وكما لو أنه الإدارة والمشغل المسرحي في آن. هو مؤسس رائد في كل المواقع الإدارية والفنية، فمن خلال تجربته معه في موقع العمل والمسرح يسبقك في تجهيز الأمور قبل أن تطلب منه ذلك. هو بلسم السفر والمهمات المسرحية لمسرح الصواري في الداخل والخارج، وهو بلسم الروح لمسرح الريف بعد أن وجد ضرورة أن يكون بينهم في التأسيس للفرقة، خاصة وأنه قد جمعته بعض أعضائه تجارب وذكريات تحلو بروحه بينهم، وخاصة في مسرح الطفل والأندية. هو مؤسس رائد في المسرح المدرسي، في الأندية، مسرح الطفل، الفرق الأهلية، وأيضا في المؤسسات الخاصة. شارك في أول مهرجاناتها وفعالياتها، وكان دينامو فيها، حيث لا ينتظر ممن معه توجيه كي ينجز مهامه وما تجاوزها. إنه يدرك معنى أن تكون على قدر المسؤولية المناطة إليك، لذا هو سبب رئيس في كل النجاحات التي حققها مسرحنا في مختلف المواقع المسرحية. حمزة محمد يتمتع بروح شفيفة كالطيور الصغيرة الجميلة التي ظل لفترة طويلة يجالسها ويحاوبها ويعلمها معنى أن تكون سمحاً لطيفاً في حضرة المسرح ومن يتمسرح عليه. هو رفقة الدرب والزمن الصعب والجميل، وخاصة في مجال العمل وفي حياض الروح المشاكسة الجميلة في مسرح الصواري. لحمزة شهادات في كل حقل من حقول المسرح، فمهما تحدثنا عنه وذكرنا مآثره فإننا لم ولن ننفيه حقا. هو حمل المعشر، بعيد الضلة، واسع الصدر، طويل الصبر، في زمن يشح فيه الصبر تشح فيه الضحكة البرية، في زمن يشح فيه النبل وتشح فيه الوداعة، في زمن يشح فيه رجال الموقف يولد حمزة. لذا عسي علينا أن نجد اليوم قامة بمثل قامة الراحل الباقي ما بقي المسرح، الفنان حمزة محمد في وسطنا المسرحي اليوم. وكرر مرة أخرى وأوجد بروحه الرحمة والسكينة والطمأنينة والسلام. الله يرحمه كامل روح الجميع. شكرا جزيلا. أشكر الأستاذ يوسف حمدان والشيخ منصور مجلس إدارة الاتحاد المسرحيين. سوف يتخلل حفلنا هذا فقرتين شعريتين، الأولى بكلمات وإلقاء الشاعر كريم رضي، فليتفضل. مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله مساءكم بكل خير. الصديق والأخ الكبير حمزة محمد،
لست واثقا اذا ما كنت كان ما ساقراه هو قصيدا، انني في شك من ذلك، كما انني في شك من رحيلك المغادر. هي مجرد تداعيات اوحى بها رحيلك. لا يموت المخرج، هو فقط يغلق الستار حتى موعد عمل جديد، وسنبقى ننتظر على المقاعد، فهو عائد حتما. لم يتجرأ متفرج ابدا على فتح ستارة بعد اغلاقها، انها تقدس تماما كقبر اغلقت عليه صحائف الكونكريت بعد اضجاع الجسد في راحته. ربما لو تجرأ متفرج يوما على فتح ستارة بعد اغلاقها لوجد المخرجين الراحلين يتحلقون حول شمعة ويثرثرون حول أهمية الشاي في التركيز الذهني وكوريغرافيا العرض القادم. يشبه الموت بعد مرض مضال الجنرال بروفا، حيث يصل المخرج إليها وقد أنهكته البروفات الجزئية العديدة، مفعماً بذنب هجران عائلته وقلق خطايا فريقه، متخيلاً متعة النوم بعد العرض الأول، والآن ها هو بمواجهة العرض. حسناً، إذن لنبدأ. لكل خالق من خلقه نصيب إلا المخرج المسرحي، فكل نصيبه لمخلوقاته. سعادة كل خالق أن يبقى قادراً على التدخل وتعديل الأمور عند الضرورة. أما سعادة المخرج المسرحي فهي على العكس تماماً. كلما امتلكت مخلوقاته الاستغناء عنه تهلل وجهه فرحاً. كلما امتلك كونه الصغير حرية أن يسير تلقائياً كأنه كآلة سحرية تعي ذاتها كتروس تصافح بعضها منذ قرون في أول توربينة منذ عهد الثورة الصناعية، منسية في عفويتها لكنها لا تنسى كهرباء الناس. كلما كان ذلك كان أدعى بسروره. ليس الموت أمرا جديدا على من يعمل مخرجا، فالحق أن المخرج هو الوحيد الذي يبذل جهده لكي يموت موتا كاملا لا ريب فيه، أي لكي تستغني عنه كليا ماكنة العرض. إنه يعلم كائناته أن تنساه. حتى تدخل مدرب فريق الكرة على الخط لضبط عضلات فريقه هو بالنسبة للمخرج المسرحي ترف لا يعنيه، بالعكس تماما. إن كل تدخل يزعجه ويضنيه. إن أشبه شخصا بالمخرج المسرحي هو الأب الذي يعلم طفله ابن سنة المشي، كلما مشى لوحده وأفلتت يده الضئيلة من يد أبيه شعر الأب بالفخر وقال له اذهب اتبع حريتك. حين ينتهي العرض وينادي الممثلون عليه ليصل إلى الخشبة، يأتي المخرج متثاقلا كمن يدعى للصعود إلى حبل المشنقة، كأنه يقول يكفي تدخلا مني، لقد علمتكم ما يكفي من مهارة التحرر من كل سلطة حتى مني. قبل أن يقول له أكبر الممثلين دورا انتهى العرض يا سيدي، تعال واستمتع بالشكر، ننظر إلى وجهه، إذا كانت ابتسامته عريضة فهذا يعني أنه سعيد جدا، أن كائناته لم تحتج إليه، أنها امتلكت حياتها بعيدا عن رقابته. أما إذا كان وجهه منقبضا فهذا يعني أنه يتعذب، لأنهم لم يحسنوا الصلاة وحدهم بغير إمامته. فصل من جدارية محمود درويش. ويا موت انتظر واجلس على الكرسي، خذ كأسا ولا تفاوضني، فمثلك لا يفاوض أي إنسان، ومثلي لا يعارض خادم الغيب استرع، فلربما أنهكت هذا اليوم من حرب النجوم، فمن أنا لتزورني
استرح يا موم، لديك وقت لاختيار قصيدتي. لا، ليس هذا الشأن شأنك، أنت مسؤول عن الطين في البشري لا عن فعله أو قوله. هزمتك يا موت الفنون جميعها، هزمتك يا موت الأغاني في بلاد الرافدين، مسلة المصري، مقبرة الفراعنة، النقوش على حجارة معبدي. هزمت وانتصرت وأفلت من كمائنك الخلود، فاصنع بنا واصنع بنفسك ما تريد. نشكر الأستاذ كريم راقية على هذه القصيدة. الأستاذ حمزة محمد في وجوده كان سيدا، وفي رحيله كان سيدا، هو اسم لن يتكرر، ومسرحي لن يتكرر، وشخص لن يتكرر. منفردا لا يشبه أحدا، فهو شخصية مؤثرة، فرحيله خسارة للمسرح والمسرحيين، وخسارة لمسرح الطفل على وجه الخصوص. أما الآن فقصيدة للشاعر إبراهيم المنسي، فليتفضل. السلام عليكم أساتذتي، السلام عليكم إخواني وأخواتي، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أستاذ حمزة محمد، أبو محمد، ألف رحمة ونور تنزل عليك أستاذ. هذا الأستاذ اللي جمعتني معاه أعمال مسرحية داخل مملكة البحرين وخارجها، جمعتني في صداقة ومحبة أبوية وأخوية من خلال المسارح الأهلية في مسرح الصواري باعتباره أحد المؤسسين البارزين، ومسرح الريف والمسرح المدرسي. حمزة ذو البسمة الجميلة والروح الطيبة بالأخلاق الحميدة، كان صديقاً وأخاً للجميع. عرفناه بطيبته لا محدودة وشخصيته المتواضعة والمتعاونة مع الجميع، وقد كان متسامحاً مع زملائه دائماً لكل فكرة أو نشاط مسرحي وتربوي يخدم الوعي الفني بشكل عام. واسمحوا لي أن ألقي على مسامعكم هذه الأبيات البسيطة المعبرة عن مشاعري تجاه شخصه الكريم، رحمه الله وأسكنه الله فسيح جناته. بعض البشر تهواه وتوده وتعزه، بأفعاله الطيبة تحس قلبك يهزه. وينك يا أبو محمد؟ وينك يا حمزة؟ بعض البشر تهواه وتوده وتعزه، بأفعاله الطيبة تحس قلبك يهزه. وينك يا أبو محمد؟ وينك يا حمزة؟ فيني زرعت الأمل من طيب أصلك، ومن عاشرك هيهات يقدر يكرهك، ومن صاحبك لحظة ما ينسى طبعك، ذكراك أبد ما تنسي موجودك الحزة، ذكراك أبد ما تنسي موجودك الحزة. شكرا. نشكر الأستاذ إبراهيم المنسي على تصديره هذه الأبيات. رحل عنا ونحن بأمس الحاجة لرجال يتمتعون بالحكمة والخلق الرقيق، لهم رؤية واضحة
يعملون عمل النحلة بعيدين عن الأضواء والميكروفونات. لقد نذر طيب الذكر حمزة محمد نفسه للوطني وللمسرح. علم وثقف وكان قدوة للشباب ولمحيطا. محترما عصاميا لبقا خلوقا، هكذا تعامل مع الصديق ومع الند، فكسب احترام خصومه وجعلهم ان يقيموا لمواقفه اعتبارا على اختلاف الاراء. كان يكره التحيز والتعصب على جميع انواعه. احبب السلم المجتمعين وبحث بفتيل خافت وبسراج ساطع عن شعاع امل للتقدم ولو قيل امله نحو المواقف والمثل الانسانيه. الآن فكلمة للأستاذ أمين صالح فليتفضل. مشكورا. حمزة الذي أضرم فينا الالتباس فهدأ ولم نهدأ. حمزة صديق الجميع، هذا ما يعرفه الجميع. منذ صغره وهو يثير الحيرة والالتباس في الأماكن التي يعبرها عدوا مع ضوضائه وجموحه، كان يثير حيرة من يريد أن يعرفه حقا، إذ لم يستقر على اسم ولم يتوقف عند هوية. كان يختار اسم الأب على هواه، مرة هو أسد ومرة علي ومرة هو محمد، كأنه كان يبحث عن أب بديل عن ذاك الذي عاش في كنفه سنتين لم تكونا كافيتين ليميز فيهما وجه الأب أو اسمه. الالتباس يرافقه حتى في سنة ميلاده، فيختار العام الذي يناسبه لا العام الذي شهد ولادته الفعلية، وهو على أي حال عام محفوف بالارتياب ولا يحكمه اليقين. من شهد طفولة حمزة بكل مزقها وطيشها وعنفها سوف لن يفهم الآن مغزى هدوئه ومغزى رقته ودماثته مع الآخرين. من عرف كراهية حمزة للدراسة وافتعاله الأراك والغياب كي يستفز إدارة المدرسة ويحرضها على طرده سوف لن يفهم سبب اختياره مجال التربية والتعليم بعد سنوات ليكون موظفا مخلصا في هذا السلك ولينخرط في أنشطة المسرح المدرسي خائضا تجارب العمل المسرحي حتى الولع. وعندما اختار مسرح الطفل ليكرس فيه جهوده تأليفا وإخراجا لم يجلب عالم الطفولة الذي عاشه واختبره، بل جلب العالم الذي كأنه أراد أن يعيش على الخشبة ما لم يعشه حين ذاك في واقعه. في رواية رهان الغيب قلت عنه: الآن بعد كل هذه السنوات حين أنظر إلى حمزة وأتأمل وداعته ورصانته فإنني أبحث في داخله عن ذلك الفتى الشارد مع صخبه وعنفه وأيامه الغضة في أروقة انزاحت عن خارطة العمر لتستقر على ضفة ماض بعيد يتأرجح بين الذاكرة والنسيان، ماض لن يطفو ثانية في حلبة الحاضر. أنظر وأتساءل عن تقمصات الكائن وتحولاته فلا أزداد إلا جهلا والتباسا. إلى هذا الجمع نوجه الشكر والتحية. شكرا استاذ امين صالح. اما الان فعرض
فيلم بعنوان من هو الأستاذ حسام محمد الإنسان؟ ومقطع من مسرحية عندما يأتي جهاد من إخراج الأستاذ حمزة وإنتاج نادي توبي. فكان أي واحد من الوزارة دائما يجي عند أستاذ حمزة.
بيتكلم معاه ان انا مثلا عندي مشكله في سيستم ابني او احد من ابوابي المرضى او شبه محمد. فحمزه احيانا اذا كان في القسم هاي سهل او في الاداره اللي احنا عندنا سهل شوي الموضوع، لكن في الادارات الثانيه طالع حمزه يروح يسال. فعلاقتي دائما معاه علاقه اكثر من اخ. حمزة محمد فنان مخلص يعمل بجد واجتهاد دون أن تسمع له صوتا، فهو من النوع الهادئ الرزين يحترم الجميع ويتساعد مع الكل في الأمين ويبادر لمد يد العون للكل. وقد كان رحمة الله عليه تربويا عمل في المسرح المدرسي وأغلب أعماله مخصصة للأطفال والناشئة. عملنا معا في إدارة مسرح الصبارة، حقيقة فنان بمعنى الكلمة في أخلاقه وفنه. في مجلس الإدارة دائماً هو ناخذ الأدوار الخلفية اللي نحن عنها في الكواليس، يعني ما يرضى أنه يكون رئيس للمسرح، وهذا احنا دائماً نلح عليه، يعني يوم من الأيام الانتخابات اللي جاية إن أنت امسك راسك المسرح قال أنا أعطي المجال لكم أنتم، أنا أكون نائب رئيس أو مثلاً رئيس لجنة من اللجان. أبو محمد ما يتردد في أن إذا كان من خارج أنه هو خارج مجلس الإدارة أن يكون عضو في لجنة من اللجان، حتى لو كان رئيس هذه اللجنة يصغر أبو محمد سنا بأربعين سنة. نستغرب من طريقة اشتغاله، نستغرب من أسلوب الحميمي مع المسؤولين. كان معظم القناة أحمد عيسى رأى صحة ورافقة وياه، فلم يكن هناك المخرج الدكتاتوري اللي لا بشكل، وهذا اللي حبيته فيه ونتعلم منه. ثم تعرف على أكثر أيضا أن قم كإنسان، كان مسؤول وزارة التعليم عن صار التربية والتعليم، لكن الروح مسخر لنا كل الآليات حتى نشتغل ببعض. كان يتحمل الاخطاء اخطائنا عشان بس نشتغل بروبا، لانه فنان مسرحي وانسان بدرجه الاولى. خبرته منذ الطفوله كان يقول، لاني من زمان تقول في المرحلتين الابتدائيه والثانويه في مدرسه الحرم. كان منذ الصباح متميزا خلقا نشاطا، يعني خبرته انسان متواضع جدا، انسان بمعنى الكلمه هادي الطبع، قلما تجده يعني يختلف مع احد بحده، حتى ما يختلف يعني، لكنه ياتي باسلوب الناصح او باسلوب المقترح. فاكبرت في هذا مثل هذه الانسانيه الطيبه. فقلت انا شكرا يا قطع شخصية بهذا المستوى، اعتقد على مستوى التاليف والتخريج والاخراج والتمثيل، وبهذه الروح الطيبة يعني تعود استاذ حمزة. طبعا نوال رحمة الله عليه ما كان بس ابو بالنسبة لنا، كان حتى صديق، يعني مثل ما تقول كان دائما يحاول انه هو يجيبنا في حضنه، يحتضننا، ياخذنا عنده، مو بس ياخذ يعني مثل علاقه امه وولده، لا ياخذ الشغله ان احنا مو بس عياله، احنا اصدقاء، يحتوينا ويزرع فينا كل شيء، على اساس ان انت تخلي اطفالك او عيالك العلماء، مو بس ان انت تترك لهم شيء، لا لازم تترك فيهم شيء. فلله الحمد الوالد ترك فينا كل الصفات اللي هي كانت موجوده فيه.
الشغله الوحيده اللي انا اقدر اقول بس ان كنت محبوب. ولليوم اقول انا محبوب، مو بس كنت، لليوم انا محبوب. ان انا ولد حمزه الحلو. هيا إلى البحر، هيا إلى البحر، هيا إلى
يقول المولى عز وجل: كل نفس ذائقة الموت. صدق الله العظيم. عندما التقيت أو تلقيت نبأ انتقال المغفور له المعلم الفاضل الأستاذ حمزة محمد، صمت كل شيء للحظات وارتعشت يداي، وصلت في جسدي قشعريرة، ليس خوفا من الموت، لكن المفاجأة. قد علمت في الصباح الباكر أنه فارق الحياة في المستشفى. جاءت إرادة الله في السماء. أما الآن فكلمة إلى عائلة الراحل يلقيها نيابة عنه الأستاذ عبد القادر عقيل، فليتفضل. اسمحوا لي أن أتقدم إلى كل واحد منكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن عموم عائلة الفقيد المرحوم الفنان حمزة محمد بأصدق آيات الشكر وعظيم الامتنان لحضوركم ومشاركتكم في حفلة تأثير هذا. وفانا لروح فقيدنا الغالي الحبيب أبا محمد، طيب الله ثراه وأنزل على قبره غيث رحماته. والشكر والتقدير موصول إلى مسرح الريف، مسرح توبي، ومركز عبد الرحمن كانو الثقافي على بادرة طيبة ووفائه للنبي، سائلا المولى القدير أن يحفظكم جميعا ويبارك فيكم وأن يجزيكم عنا خير الجزاء. الأخوات والأخوة، بقلوب خاشعة ونفوس ذاكرة يغمرها الأسى ويعمرها الرضا بقضاء الله وقدره، غادرنا حمزة محمد بهدوئه المعهود، هدوء النفس المطمئنة الراجعة إلى ربها راضية مرضية، لتسكن روحه الطاهرة في عليائها. أبا محمد خرج من الحياة وحسب، ولم ينسحب من قلوبنا وعقولنا، لذا صورته ستبقى في الأفئدة وبصمات الوجدان. هل ستسعفنا الكلمات لإعطاء شقيق الروح حقه؟ فقد أعطى عطاء ممتدا في الرياضة والتدريس والصحافة والمسرح، خاصة المسرح المدرسي ومسرح الأطفال ومسرح الأندية، وحظي باحترام كبير من كل من عرف هذا الإنسان الذي سرعان ما تطمئن إليه النفس وتميل إليه لتفاصيل وجهه الطيب ولدماثة خلقه ونبل أخلاقه وصفاء قلبه وإنسانيته الفياضة وتواضعه ووداعته في وقت عز فيه التواضع والتسامح والاعتدال. تتقاصر عنك الكلمات حبيبي أبا محمد، طبت حيا وميتا وطاب ذكرك في الدنيا، هنيئا لك الذكر والثناء الحسن. فما أعمق حب الناس لك، نم قرير العين يا أبا محمد، وعلى روحك السلام أشكرك، وليتولاك الله برحمته ورأفته. روحك الطاهرة ستبقى مظللة للجميع، ورفاقك لن ينسوك، سيتذكرونك ويترحمون عليك ويدعون لك، وذكراك ستظل حية في قلوبنا لا تمحوها الأيام والسنون. فأمثالك من الطيبين يرحلون بأجسادهم فقط ولا يموتون،
لأنهم يفيضون عن مساحة قبورهم وهم من أكفان تتسع لهم. الأصدقاء الأعزاء، إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، لا نقول إلا ما يرضي الله عز وجل. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليكم. شكرا أستاذ خالد على التقرير، الله يجبر مصابكم ومصابين. هناك بعض الشهادات بعض الأخوة يود الإدلاء بها، ومعرفة الأستاذ إبراهيم راشد الدوسري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يرحم أستاذ حمزة، رحمة الواسعة وتغمد الفرصة، جنات النعيم إن شاء الله. الحقيقة كلمة قصيرة أعتبرها أقل واجب بحق المرحوم محمد. جمعتني ذكريات عزيزة مع المرحوم. من قبل لا أكون موظفا في وزارة التربية والتعليم، كنت حينها موظف في وزارة الداخلية في إدارة المرور، وكان هناك تعاون بين إدارة المرور قسم العلاقات العامة ووزارة التربية والتعليم، بالذات محاضرات توعوية مرورية في المدارس. فكان محمد مسؤول عن تنظيم هذه المحاضرات والتنسيق، وجمعتنا طبعا كثير من المناسبات والفعاليات والاجتماعات ما بين وزارة التربية والتعليم وإدارة المرور. منذ اللحظة يعني الأولى حقيقة غير أي مجاملة، يعني حسيت أن هذا الإنسان مختلف عن كثير من الأشخاص اللي أنا عرفتهم. يمتاز بالسماحة، يمتاز بالخلق والاحترام، وهذه ثلاث صفات إذا حلت في الإنسان فالصفات الأخرى طبعا تبقى بسيطة، ولكن هذه الصفات الثلاث هي الصفات الرئيسية للإنسان والرجل اللي يعول عليه. وفعلا استطاع هذا الإنسان أن يعول عليه في كل مكان أحل به حقيقة، لأنه يستحق الثقة ويستحق يعني الاعتماد عليه. لما انتقلت إلى وزارة التربية والتعليم لإدارة الخدمات الطلابية، صارت علاقتي معه حميمة أكثر، لأنه كان هو مسؤولي في العمل، وكان طبعاً من ضمن إخواني كان معانا الأستاذ فهد، الأستاذ يوسف الحمدان، والأستاذ زكريا ربي، مجموعة طبعاً كبيرة من إخواننا، يعني ناسي الوقت اللي ذكرها، ولكن كان حمزة يعني محترم من الجميع، واستطعنا التعاون معه ودعمه أن نطور أعمالنا في إدارة الخدمات الطلابية، خاصة ما يتعلق بالأنشطة الثقافية، وكنت أنا طبعاً اختصاصي الأنشطة الثقافية، وهو كان مسؤول عن هذه الوحدة إلى حد ما صار هو رئيس قسم الأنشطة الثقافية.
على المستوى العام الثقافي والمسرحي تعاونت معه في الكثير من الأعمال المسرحية ولحن للعديد من مسرحياته والأطفال وأيضاً ممثلة في تعتبر من أهم مسرحيات اللي هي وادي العمالقة إنتاج أستاذ فيصل الرابطي وكانت على مسرح الجفير كان لي دور البطولة أتذكر واستمرت العلاقة تتطور وتتعمق مع هذا الرجل واستفدت منها الكثير حقيقة على مستوى الرجولة الحقة بالذات بما يعني الالتزام رجعت الرجل إذا قال كان لازم يوفيها هذه مبدأ محمد القول والعمل الفعل وهذه كان يميز استطعنا طبعا ان نحن يعني نقدم اعمال التعاون معاه باشرافه على المستوى العام وعلى مستوى الوزاره في الاخير ما قبل الاخير ان شاء الله الله يتقبل ان شاء الله روح الجنه عندي بعض الكلمات انا طبعا لست شاعرا ولكني يعني اكتب في الأدب قصص قصيرة وبعض الروايات والأبحاث هذه مجرد محاولة للتعبير عن المشاعر يعني اللي حاولت الآن لهذه المناسبة إني يعني أحاول بقدر الإمكان أعبر فيها عن حبي واحترامي للمرحوم وأنا لن تموت حمزة رحلت لا لن ترحل مثلك لا يرحلون لا يغيبون لا ينسون فأنت لازلت تحيا مع عصافير الفجر وأسرار الحمام وتبحر في كل صباح مع مراكب النهار عرفناك حكيما تندس روحك فينا تداوي أوجاعنا تزيح عن كواهلنا الغبار عرفناك نبيلا وفي الشدائد ساميا تبني جسور الحب بين الفرقاء عرفناك صبورا تزرع أزهار الأحلام وتروي فينا عطش الآمال والكبرياء علمتنا يا حمزة أن لا نخشى العواصف والأخطار وأن نرتق أشرعتنا ونواصل الإبحار وإن الهمس صوت القلب يطفئ فينا جمر الخيبات والحسرات وأوصيتنا يا حمزة إن الأفكار العظيمة إن الأفكار العظيمة نخيل باسقات تموت واقفة ولا تموت تظل جذوعها شاهدة على الصمود والعطاء وأن نكون أنهارا تحفر الصخر وتشق دروبها دون ضجيج وعناء أشواقنا إليك لن تهدأ في جوانحها وكل يوم لا نراك فيه يشتد فينا ظمأ الحنين للغياك ستظل قمرا ساطعا ينير حلكة ليالينا وملهما يستفز فينا شغف الصمود والارتقاء فمثلك يا حمزة ستظل ذكراه خالدة لا تموت ولن تموت شكرا شهادة أخرى للأستاذ علي حاجي والد أخي المرحوم فريد بطل.
السلام عليكم جماعه. طبعا وياي ما كنت حاضر حق شيء بالنسبه خالي حمزه، بس مثل البارحه كنت عند الوالده والاخت اخت حمزه، والوالده وصيتني انه اذا رحت حتى لو كلمتين بالنيابه عنهم ولعل المرحوم هو خالي حمزه. طبعا خالي حمزه انا معاه من انا الصغير ايام بريد الفاضل، كان اخ حنين، كانوا موجودين اخي عبد القادر موجود، كان ايام كنا بريد الفاضل دائما كان ياخذني وياه كان وكنت وياه حتى في وزارة التربية، وأنا كنت أعمل في وزارة التربية ودائما أزوره. وخالي حمزة كان أيام كانوا الناس دائما يبتعدون عن تقارب رحم الأرحام، وكان دائما أسبوعيا قبل ما يطلع من المسجد فلازم يمر علي، وكان مواصل دائما مع الحد. كنت أفتخر في الوزارة ودائما أقول أن حد سقاني. الله يرحمه. فدائما من يشوف المسؤولين يقول حق المسؤولين ترى هاي خالي، يعتبرني انا يقول هاي خالي. اقول ليش؟ يقول عشان اخليك انت سنه اكبر مني، انا اصغر مني دائما. فكان دائما مرح ومبتسم، و انا ما يترك الاهل. مواصل معنا لآخر يوم اللي كان في المستشفى، اتصلت فيه قال لي تعبني انت عندي الله يحفظني، لكن أمانة الله وهدية رب العالمين. لكن مثل ما انتوا تكلمتوا وقلتوا هو موجود، ترى موجود في قلبي، وانتوا تتكلمون وانا اتخيل انه موجود معي. الله يرحمه ومسامحه لانه ما كنت موجود انا في البرنامج، لكن توصيه الخد وصلت لكم وشاكرين لكم. مدام يتفضل الأستاذ عقيل ماجد رئيس مسرح الريف لتسليم هدية تذكارة لعائلة المرحوم، وتفضل الإخوان. تسليم هدية تذكارية، تفضل.
شكرا لكم جميعا. احيانا كثيره لا يجد الانسان الكلمات التي يستطيع ان يعبر بها عما يدور بداخله من مشاعر وعما يشتعل في صدره من احاسيس وتفاعلات. وفي مثل هذه الحاله يكتفي الانسان بان يخرج كل مشاعر الحزن والاسى عبر دموع صامته من خلال استرجاع شريط الذكريات القديمه والبعيده. وفي كل الاحوال يبقى الدعاء والتضرع الى الله ان يتغمد برحمته فقيدنا الغالي، وهو الملاذ والمخرج الوحيد في حاله الحزن والاسى. بكل هذه المشاعر استقبلت الخبر المفجع برحيل الاب والصديق والمعلم العزيز اثر مرض مفاجئ ليرحل عن دنيانا تاركا لنا طيب عمله وحسن سيرته واجمل ذكريات الصداقه والاخوه. رحل العزيز ليرحل معه رمز الاخلاص والوفاء، وعزمنا له انه ترك تلاميذ يسيرون على دربه ينهجون اسلوبه المتميز بالصدق والموضوعيه. فاجعتنا كبيره يا ابا محمد. عموما ذكراك ستظل باقيه، وفي النهايه لا اجد ما اقوله سوى رحمك الله يا معلمنا. اللهم يا بسط اليدين بالعطاء، يا قريب يا مجيب دعوة الداعي إذا دعاك، ارحمه واغفر له، والهم أهله الصبر والسلوان، والهمنا والرضا التام بقضائك وقدرتك. اللهم ألهمهم نعمة الشكر على البلاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.
بالعربي.